بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. المطاردون رجال الله. السلام على الشهداء وعلى عوائل الشهداء. السلام على الجرحى وعلى عوائل الجرحى. السلام على السجناء وعلى عوائل السجناء. السلام على المطاردين وعلى عوائل المطاردين. السلام على من ضحوا بأمنهم من أجل أمننا، وبسلامتهم من أجل سلامتنا، وبحريتهم من أجل حريتنا. أنتم فخرنا وعزنا، أنتم الشموع التي تحترق لتنير الدرب للآخرين. السلام عليكم يا من افترشتم الأرض والتحقتم السماء. السلام عليكم يا من تعيشون غربة في الوطن ووحشة بين الأهل والأحباب، فجزاكم الله عنا خير جزاء الصابرين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. صدق الله العظيم. هذه سيرة الطغاة والمصلحين. كلما برز فرعون وكلما طغى فرعون، برز موسى ليقارعه وليكبح طغيانه وجبروته، ويأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله. وكان هناك الجرحى والأسرى والمطاردون والشهداء. أيها الأحبة المطاردون، أنتم لستم أول مطارد ومستهدف في التاريخ من أجل الكرامة والعزة. فها هو موسى عليه السلام يفر هاربا من بطش فرعون حتى يستقر به القرار في بيت نبي الله شعيب عليهما السلام، ثم يرجع ليهلك فرعون وجنوده، ثم يرجع ليهلك فرعون وهامان وجنودهما. وها هم حواري عيسى عليهم السلام يبحثون عن ملجأ فلا يجدون ملجأ يأويهم. كل ذلك بعين الله، فيمتدحهم الله ويخلدهم بذكرهم في كتابه الشريف في القرآن الكريم. وها هم أصحاب نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يفرون من بطش قريش ومن أذاهم، فيتوجهون إلى الحبشة بحثاً عن ملجأ ومكان يأويهم. وها هم يتوجهون للمدينة المنورة لإخوتهم الأنصار بحثاً عن مكان آمن لهم. وها هو مسلم بن عقيل يجول في أزقة الكوفة بعد أن تخلى عنه جميع الأنصار وكل الذين بايعوه،
فيقف على باب طلقة تلك المرأة الشريفة العفيفة، فتأويه وتحميه وتطعمه وتدخله بيتها لتأويه من بطش السلطان الظالم. أيها الأحبة، إن الألم الذي تتجرعونه والعذاب الذي ينصب عليكم هو أمر حتمي لا مناص له، ولكن ما هون الخطأ أنكم تقتسمون الألم والعذاب مع خصومكم، فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والفرق أنه بينكم وبينهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أيها الأحبة، إن استنفار الطغاة والمجرمين وهجومهم المتكرر على بيوتكم ما هو إلا دليل على ألمهم والألم الذي يعيشون فيه ليلا ونهارا، فهم يتجرعون الألم والقصص لأنهم يعلمون بالدور الكبير الذي تقومون به. فاصبروا وصابروا ورابطوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. كونوا مع الله وتذكروا معية الله لكم، وتذكروا قول نبي الله موسى عليه السلام لقومه: كلا إن معي ربي سيهدين. أيها الأحبة المقارنون، إن من مقومات النصر الوعي والصبر، الوعي لما يحاك ضدنا والصبر على الأذى الذي يصيبنا في جنب الله من أجل أهدافنا. أؤكد لكم أيها الأحبة أننا لن نتخلى عنكم أبدا، وأننا سنقتسم الألم معكم، وقد وطننا النفس على تحمل الأذى في جنب الله، ونغتنم الفرصة لندعو جميع الأطياف وفئات الشعب بأن يحتضنوا المطاردين ويحتضنوا عوائل المطاردين. ندعوكم لتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه المطاردين وعوائلهم، فإنهم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى لحفظ ثورتنا المجيدة. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وأؤكد في ختام كلمتي هذه أننا معكم في أهدافكم ومطالبكم التي ترفعونها ليلا ونهارا لإسقاط هذه العصابة المجرمة التي تحكم بلدنا بالنار والحديد، وأن فجر الانتصار قريب بإذن الله تعالى. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.